2 3 السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم اليوم، مرحبا بكم اليوم فيديو جديد، فلوق جديد، احداث جديده في القناه، تحدي جديد. سيريا قولي جينا باش نقيو الحوت، كل واحد غادي ينقي داكشي باش مكلف. عادي لهنايا كينقي البطاطا، وانا عندي هنايا خصني نقي هاد الكروفيت، هذا عندي هنايا كيلو تقريبا ديال الكروفيت. واش جاب الكروفيت؟ شوف انا جايب السردين، واش جاب الكروفيت؟ انا جايب الكروفيت، واش جاب انا هاد الكراب هادي ولا ما عرفت سميت باباها، كانت كتخاف من نازل لي عند السيد ويقول لي دا دا باش بقيت خلعها. شنو اخر عندي هنايا؟ رايه فيها اكثر من 2 كيلو، قالنا كيلو ب 25 درهم، هذه ب 40 درهم. حتى هي غادي نقيها وغادي نقطعها طريفات، وغادي نطيب داكشي اللي غنطيب، واللي ما نطيبوش راه يدار في ميكات ويدار في الكونجيلاتور باش نهار اخر عاوتاني ملي نديرو غداء سماكي نجبدو عاوتاني. عادي عنده هنا 2 كيلو ديال السردين، وجا السردين وغادي نصايبو لي طوماط سوغي، وغنصايبو لي طوماط عاديين، وغادي نصايبو الخوص والخيار. المهم السلطه خليكم معايا، نبداو بعدا نقيو حاجه اخرى. بالنسبه للقشور ديال الكروفيت، المهم انا بعدا راه بديت هنايا، غنحط القشور ديال الكروفيت كاملين باش غادي نصايبيهم واحد لاصوب ديال القشور ديال الكروفيت، ما غاديش نلوحهم، غادي نستعملو ما نصايبهم صوب، كتجي بنينه. بالنسبه للناس اللي غيبداو يهضروا على تفريني مقشرين وداكشي، انا راه كنخمل، راه شفتو الصالون كله مهزوز، ولكن علاش كندير صباغ في التفرين؟ هانتوما شوفوا هاد الصبع، هذا عندي فيه التهاب بسبب داك الشقا وداكشي، كندير صباغ التفرين باش كتبقى شويه بعدا شاده لي على تفريني وفي داك شنو كيسميو هما عاد انتفاخ. بغيت ندير لك الخدامه في الدار ما بغيتيش، بزاف عليك. انا ركانيه ما نعرف اليوم غير انا كنقد بشغلي، غير انا ما كيبرد لي حتى شي واحد القلب. واش غير ولا غيره ولا ويلي 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 صباح طيح التليفون من السيبر. كيفاش غيره؟ كيفاش غيره؟ بغيت نفهم، ما بغيتيش الخدامه زعما منك، واش غيره؟ واش اول حاجه ما تنقولوش خدامه، تنقولو مساعده. ورا كانوا خدامين دابا شنو حنايا؟ واخا بلاتي حنا كنقولو مساعده في البيت ياك؟ انا كامل. ثاني حاجه انا خويا قدام شغلي، انا كامل خدامي على الارض ديال الخبز، واخا ماشي مساعدين في الارض ديال الخبز. ثاني حاجه انا قدام شغلي راسي وركانيه كنعرف ليهم راسي، وحتى واحد ما غيبرد ليا قلبي، حتى واحد ما غيبرد ليا قلبي. يعني كتهضري على هادشي زعما، اما الثقه كاينه. دير قشور البطاطا انا باش بلا ما نعاودو الشقا جوج دابا ما جاوبتينيش. خاصني نقي الكروفيت دغيا حيت مشى الحال. يعني الثقه شافها طاكسي شدها تيجيبي. اللي غنحتاج في لاصوب ديال الحوت هو هذا القياس اللي غنحتاج، الباقي ديال الكروفيت غادي نصوطي هكاك بالقشوره ديالو حتى نبداو ناكلو عاد يتنقى ديك الساعه نقيو. Cause I'm drowning in something and I can't come out. Just show me loving. I need loving. Need myself in enough. It's like being a doctor or a crush.
بنين عادي تيحمق عليه. ايوا المهم دابا غادي نحاول دوك السريدينات غادي نغطسهم غير هكا، ما غاديش نديرهم شركه ما والو، غادي نغطسهم غير هكا. بالنسبه للطاوله اللي غندير في الفران، حيت غنديروا فران درت فيها هاد البابي كويسون، غندير واحد شويه ديال الفينو، غنرشش واحد شويه ديال الفينو، ومن بعد ما غادي نحط السريدينات غادي نحطهم هكا، غنفرشهم هكا وغادي نرش عليهم شويه ديال الفينو وشويه ديال زيت العود وغادي نخلو يطيبوا في الفران. المهم هنا بديت كنحط بحال هكا الحوت ديالي، غير زحموه حيت راه كيحنتو، عرفتوا داك النهار انا معمره زعما الطاووم صفاهم على حقهم وطريقهم وداكشي، وفي الاخر منين طاب تجمع وبقات لي الطاوه خاويه، ولا عاد تيقول لي انا اللي الطاوه كانت عامره واللي طاب ولات خاويه، كيفاش واش الفران كلا من الحوت؟ غير زحموهم وحاولوا انكم ديروا الشرموله ماشي بزاف، غير هكايا غير كيجي مبنن وصافي. المهم احبابي هو الحوت ديالي صافي، من بعد ما فرشتو في الطاوه بحال هكا غندير عليه واحد شويه ديال الفينو كيف ما كتشوفوا، وغادي ندير عليه واحد شويه ديال الزيت بلديه وغادي ندخلو الفران باش يجي مقرمش. أبرني غندير عليه غير شويه ديال الزيت بلديه، غير شويه ماشي بزاف، بحال هكا نحاول ندوزها. خويتي الزيت باش نفطر الصباح، باش نفطر انا غدا. وهاد الشويكي هو اللي كنت تفطر بيه، هذاك الشويكي راه كيدوز كيدوز ليا برد دجاج. والله ما تخليش كتنزل انا، راه كنشرب غير كاس كاس ديال اتاي كيدوز ليا. صافي دابا ندخلهم الفران الان الى الفرن. المهم احبابي هنايا ها هو الكروفيت، انا غير كنصوطيه في حركة، ما كيعجبنيش يكون عامر بالزيت اولا داك المسلوق وداكشي ما كيعجبنيش. وهنايا عندي الرايه، كل واحد شنو تيسميها، حنا كنقولوا لها الرايه، درت لها الشموله والطحين، ها هي كتقلى معايا ايوا صافي. هنا الفريت، هنايا الفريت كيطيب في الفريتوس، هنايا السردينه هو في الفرن كيطيب بالضبط، السلطه ديالنا كتبريبارا. المهم احبابي هنايا من بعد ما كلشي تنضى بقى غير الرايه كطيب، هنايا صايب تنضى نضى. هنا كاينه مطيشه ولي طوماط سوغيز والخيار والكورنيشون والخس، عادي بغا سلاطه غير هكا خفيفه، بغيت نزيد فيها المايز وداكشي قال لي لا، ما حدنا دايرين بزاف د الحاجات والفريت وداكشي يعني الله يجيب البركه. صافي هنا سلاطه زدت عليها مايونيز، بيان سيغ كل مايونيز صنع منزلي، عمايل يدي وحياه عينيا، غنخلطها مزيان بحال هكا وسلاطه باشتها. المهم احبابي هنايا الرايه تاعي هادي قرب طيب، دابا غادي نخلي كلشي صافي. المهم احبابي هو غدانا وجد، الوغ هذا غدانا، هذا البلا ديالنا حنايا، سردين رايه كروفيت وشليطه، هذا ديال جارتي تا هي كروفيت وفريت والسردين والرايه وشليطه. حنا الفريت ديالنا درناه في بصيل سيباري، يرتاح من بعد ما كيشوف الطرف بحال هكا، بقى لي غير هاد الشرجم حيت فيه الفريخات، هانتوما كيبانو لكم الفريخات، انا ما قدرتش نمسك نحيدهم باش نحكو ونغسلو داكشي، ولكن بردت الغدا عيط، هانتوما غسلت الشراجم حكيت كلشي، هي كتشعل حاجه وحده هاد جيفليكس، ما واخا تسيقيه وتحكيه وما نعرف شنو، حيت فيه دوك الديكورات بحال الشكل ديال ديال هذا ديال الباركي كيجي بحال موسخ. المهم سمعت الصاله هكا وطلعت وداكشي راه تصبنوا وانا حكيت هنا حتى هو